ترسانة كل فريق فاز 6 مرات. احمد سيد زيزو يعدي من ناحيه اليمين لوحده تماما، يعدل في الاولى، يستنى على كورته. احمد سيد زيزو يلعب العرضيه اللي جاي مره قدام سيد ديمار، يوقف الكوره سيد ديمار، سيد ديمار 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 يولعها، يشعللها شومه في المرمى في الزاويه البعيده. سيد ديمار من عرضيه.